بارني هو ديناصور ينسجه خيالنا يمنحنا شعورا بالسعادة الكبيرة. أصدقاء بارني كبار وصغار يلتقون بعد الدرس ليلعب ويغنوا. يرينا بارني أشياء كثيرة كالتخيل، ألف باء واحد اثنين وما معنى الصداقة. يأتي بارني يلعب معنا كل ما نحتاجه، بارني يمكن أن يكون صديقك أيضا. أتأرجح على أرجوحتي إنه شيء جميل، أشعر بي أنني أكاد أطير على أرجوحتي. لم تجرب هذا بعد بارني؟ أتريد مني أن أدفعك؟ هذا جيد، والآن تمسك جيدا وسأعطيك دفعة قوية. هيا. مرحبا ويتني. أنا مسرورة لأنك هنا. أنا بحاجة إلى من ألعب معه. أنت ماذا؟ أين الآخرون؟ إنهم هنا في الحديقة ولكنهم منشغلون. حسنا، هناك أشياء كثيرة ممتعة في الحديقة، ولكنني أظن أنها تصبح ممتعة أكثر عندما نتشاركها مع أصدقائنا. أحب أن أركض وأقفز وألعب وأقوم بأشياء كثيرة، ولكنها ممتعة أكثر بوجود الآخرين. برفقة الأصدقاء نحب أن نكون، برفقة الأصدقاء معا طول النهار، في أي يوم وأي وقت، في الصباح أو في المساء، بوجود أصدقاء مثلكم. كل يوم أتعلم وأكبر قليلا، ويحلو لي كل هذا برفقة الأصدقاء. برفقة الأصدقاء نحب أن نكون، برفقة الأصدقاء معا طول النهار، في أي يوم وأي وقت، في الصباح أو في المساء، بوجود أصدقاء مثلكم. بوجود أصدقاء مثلكم. مرحبا، كيف حالكم؟ أصبح لدي أصدقاء كثر الآن. أجل، ماذا سنفعل يا أصدقائي؟ بإمكاننا البحث عن العصافير، يوجد الكثير منها في الحديقة. أظن أنني رأيتها. أفضل أن نلعب لعبة التقاط الكرة. فكرة رائعة. إن هذه اللعبة جيدة، ولكن علينا أن نروي المزروعات والزهور. تحتاج إلى مياه. ولكنه يوم مثالي للمطالعة ولدي كتب كثيرة. جيد، المطالعة. أظن أن الأراجيح أكثر متعة. هل كان هذا بيجي؟ لا أعرف، ما الذي يجري؟ أين هو؟ مرحبا. مرحبا أصدقاء. بيجي أخذ بطانيتي، هل لديكم فكرة عن مكاني؟ لا أحب أن أدل على أذيال، ولكن هيا. رائع رائع. أنا أستسلم. ها هي بطانيتك سيسي. لماذا أخذت بطانيتي؟ أردت فقط أن ألعب أختبئ وأبحث، ولكن أنا لم أرغب بذلك. إذن لماذا لا تلعبني معنا؟ كنا نحاول أن نلعب فقط. المطالعة والتأرجح. ماذا تقول يا بارني؟ حسنا، ربما نجرب شيئا جديدا تماما، كالتفتيش في البريد. ماذا؟ انظروا، هناك شيء ما في البريد. أنا سأخذها. شكرا. هذا مضحك، لم أرى ساعي البريد.
تفضل بارني، إنها لك. شكرا ماريو. ماذا بداخله؟ إنه شيء جيد أن يصلنا بريد. لا أستطيع أن أقرر ما إذا كان من الأفضل الاستمتاع بحمله أو فتحه. حسنا جيانا، هل ساعدتني أرجوك؟ بالطبع بارني. لا أصبر حتى أرى ما هو. وأنا أيضا. هاي إنه كتاب. إنه كتاب مميز. إنه كتاب عن سلوك الأطفال، والكاتبة هي صديقة فيرا جود. لكن هل تعرفها؟ أجل، لقد قالت لي إنها سترسل نسخة عن كتابها الجديد، وهذه هي. إنه مليء بالقواعد والدروس عن السلوك أيضا. السلوك أمر جيد، ولكن لماذا لا تستطيع التكلم وفمك مليء؟ لما علينا أن نبقي أكواعنا بعيدة عن الطاولة؟ لماذا يتصافح الناس؟ لماذا يجب علينا أن نجلس ونبقى صامتين؟ ولماذا البطانيات أيضا ناعمة؟ لماذا؟ 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 لماذا العشب أخضر؟ لماذا سماء زرقاء؟ كم سمكة يوجد في البحر؟ ولما تقول البقرة مو؟ نتعجب لأشياء كثيرة من حولنا، نريد فقط أن نعرف لماذا؟ 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 هناك نجوم في السماء؟ لماذا تسير الغيوم وتسير 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 وتسير؟ ولماذا العصافير عاليا تطير؟ نريد فقط أن نعرف لماذا؟ لماذا يموء الهر؟ لماذا للدب فرو؟ كيف يتحول النهار إلى ليل؟ ولماذا القمر شديد اللمعان؟ نتعجب لأشياء كثيرة من حولنا، نريد فقط أن نعرف لماذا؟ 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 هناك نجوم في السماء؟ لماذا تسير الغيوم وتسير 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 وتسير؟ ولماذا العصافير عاليا تطير؟ نريد فقط أن نعرف لماذا؟ 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 نريد أن نعرف لماذا؟ إذا كانت لديكم أسئلة عن السلوك، فأنا متأكد من أننا سنجد الأجوبة هنا في هذا الكتاب. وقع شيء ما من الكتاب. ما هذا؟ إنها بطاقة لبارني. فلنرى ما هي. إنها من فيرا جود. عزيزي بارني، هذا هو كتابي الجديد عن السلوك للأطفال. أتمنى أن تستمتع به. للاحتفال بذلك أنا أقيم حفلة في منزل اليوم، وأنت وكل أصدقائك مدعوون. أنا أتطلع لرؤية الجميع على أفضل تصرف. بكل إخلاص، فيرا جود. ولكن ما هي قصة أفضل تصرف؟ بارني، هل برأيك ستكون حفلة ممتعة؟ ممتعة؟ سوف تكون مذهلة. ربما علينا أن نأخذ لها بعض الزهور الجميلة. لكن يجب علينا ألا نقطف الأزهار من الحديقة، تذكري ذلك. حسناً، سأشمها فقط إذن. هذا. بدأت بالعطس، ولا يمكن أن تصحب شخصا يعطس إلى حفلة. لا يمكن؟ لما لا؟ هذا أفضل. لماذا لا نستطيع العطس في حفلة؟ حسنا، في بعض الأحيان لا يمكنكم منعها. هناك طريقة أكثر تهذيبا. تهذيبا تعني بطريقة جيدة. فلننظر ماذا يقول الكتاب. غطي فمك مهما كان ما تفعله، بذلك لا يصاب الآخرون بالعدوى. هذه فكرة جيدة. من قام بإطفاء الأضواء؟ أحد ما يا بي جي. مع الأصدقاء الأحباء نتشارك في كل الأشياء. أتشارك في لعبة وأنا في وجبة. سوف نتشارك لأجل الصداقة. هناك أمر واحد يجب
يجب ألا يشارك. أبقي أعصابك لنفسك، لا تنقل جراثيمك. خذ منديلا وأبقي عطساتك لنفسك. حسنا. مع الأصدقاء الأحباء نتشارك في كل الأشياء. نتشارك في طبق أو في مباراة. سوف نتشارك لأجل الصداقة. ولكن هناك أمر واحد لا يشارك. أبقي عطسك لنفسك، لا تنقل جريمك. خذ منديلا وأبقي عطساتك لنفسك. إن كنت ستعطس فبسرعة خذ منديلا. وأبقي عطستك لنفسك. وأبقي عطستك لنفسك. وأبقي عطستك لنفسك. كنت رائعة. آمل أن يكون لدى السيدة جود الكثير من المناديل. وأنا أيضاً. أنا واثق بأنه لديها. لديها منزل جميل للغاية. لكن علينا أن نتصرف بسلوك لطيف في حفلتها. وهذا الكتاب يجعل تعلم كيفية التصرف. هل ترين بارني؟ من فضلك. بما أنك قلت من فضلك سأكون سعيداً. لتظهر تصرفا لطيفا كل يوم، رحب بأصدقائك بطريقة ودية. بصباح يوم ساحر مليء بالغيوم، تقيت به صديقة وقلت تسرني رؤيتك. راحت تمدح بي ورحت أبتسم. كيف الأحوال؟ وكيف الأحوال؟ صديقتي كيف الأحوال؟ كيف الأحوال؟ وكيف الأحوال؟ صديقتي كيف الأحوال؟ إليكم الآن درساً جديداً ومفيداً. التعاون يعني التفاهم. اعملوا سوياً ولن تخطئوا أبداً. فطائر ساخنة بالخوخ أو من دونه. مزارع وابنه قصد المدينة لشراء كعكة، لم يتفقا إن كانت بالخوخ أو من دونه، فعدا إلى البيت. بالخوخ. من دونه. بالخوخ. من دونه. مزارع وابنه قصد المدينة لشراء كعكة، لم يتفقا إن كانت بالخوخ أو من دونه، فعدا إلى البيت. المزارع وابنه لم يتعاونا، لذلك أي منهما لم يحصل على شيء. هي هذا يترك كمية أكبر لي. يم. وهنا تأتي زوجة المزارع وصديقتها، إنهما تعلمان الكثير عن التعاون والمساعدة. أعرف دجاجة، أجمل ما رأيت. أساعد صديقتي في تنظيف البيت. ذهبنا لنحضر بعض الطحين، وصلنا إلى البيت في أقل من ساعة. خبزت لي خبزي، حضرت لي الشاي، وبعد ذلك جلسنا بسرور قرب النار. نعرف دجاجة، أجمل ما رأينا، تساعد صديقتها في تنظيف البيت. خبزتا خبزا ومعه بعض الشاي، وبسرور قرب النار جلستا. لأنهما تعاونتا فلقد نجحتا في إنجاز كل أشغالهما، وقضيتا وقتا ممتعا. كانت هذه قصصا جميلة. أشياء جميلة جدا. وأعتقد بأنها كانت دروسا جيدة للحفلة هذا اليوم. حيوا بعضكم بلطف، تساعدوا وكونوا متعاونين. وبالحديث عن الحفلة، سيكون عليكم الاتصال بأهلكم للموافقة. بارني على حق؟ نعم. أنا على حق. أنا سأذهب أولاً. سأتصل أولاً. أنا سأتصل. لا 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 تبدو طريقة جيدة لإجراء مكالمة. يا أولاد، أنتم لا تتعاونون. لا نتعاون؟ إنكم كالمزارع وابنه،
لا تستطيعون أن تتفقوا، لذا أي منكم لن يصل إلى غايته؟ هاي يا أصدقاء، هذا شيء من الكتاب قد يساعد. اسمعوا، عندما يكون هناك أمر يريده اثنان أو أكثر، لهذا تم اعتماد الوقوف بالدور. إذا وقفتم بالدور فكل واحد يمكنه أن يتصل. نقفوا بالدور، نقفوا بالدور. عندما نلعب، عندما نلعب. هذا أفضل، هذا أفضل. لكل الأولاد، لكل الأولاد. نقفوا بالدور عندما نلعب، هذا أفضل. لكل الأولاد نقفوا بالدور عندما نلعب. هذه هي الفكرة. شكراً. نقف بالدور، نقف بالدور. عندما نلعب، عندما نلعب. هذه قاعدة، هذه قاعدة. لا تتغير، لا تتغير. نقف بالدور عندما نلعب، هذه قاعدة لا تتغير. نقف بالدور عندما نلعب. أحسنتما. نقف بالدور، نقف بالدور. لنمرح، لنمرح. ونشرك، ونشرك. معنا الجميع، معنا الجميع. نقف بالدور لنمرح ونشرك. معنا الجميع نقف بالدور لنمرح. دلوم بوم بوم. هل حصل الجميع على إذن للذهاب إلى الحفلة؟ أجل. ويفترض بي أن أتصرف بأفضل طريقة ممكنة. وأنا أيضا. إنه أمر مهم أن أتصرف بشكل جيد، وخصوصا ونحن في حفلة. لكن لماذا؟ إنها قصة طويلة بعض الشيء، ولحسن الحظ القصة موجودة هنا. أجل. أليس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول؟ أحب هذه القصة، هل قرأتها لنا؟ أجل. سأكون مسرورا. هذه القصة تتعلق بحفلة شاي.